ولسه مكملين مع مخبز الرغيف البلدي اللي موجود في مصلال علي قدام هايبر الميرة. واللي ما شافش الفيديو اللي فات فهو بيعمل خبز جديد بالنسبه لي واسمه الخبز الفلسطيني، خبز جميل جدا والكيس فيه ممكن 5 أو 6 حبات خبز وبواحد ريال. وكالعاده يا صاحبي ما تنساش تصلي على النبي تحت في التعليقات، والفتره الجايه لو تحبنا نجرب اي مطعم او اي مكان سياحي هنا في قطر يا ريت بس لو تعرفني. وانا طلبت لبنه وقلت له يضيف لي عليها عسل، مش عارف ليه بحس ان بيكون طعمها حلو قوي بالعسل، وخليته عمل لي بيتزا بالخضار وصفيحه لحمه. والمخبز ده جنب السكن عندي ومن يوم ما فتح تقريبا وانا بشتري من عنده. مخبز ما شاء الله نظيف وحلو واسعاره حلوه، وفوق ده كل معظم اللي شغالين في عرب، ومخبز شامل ومتكامل، عنده بيتزا وفطاير ومعجنات والخبز بجميع انواعه، ده غير الحلويات. وبسيب لحضرتك رقم المدير المسؤول تحت الفيديو. اكتر حاجه بحب اكلها من هنا هي الكوكيز، عندهم الفانيليا وعندهم الشوكولاته، بس بعشق الكوكيز الفانيليا من عندهم لانها بتبقى لسه طالعه من الفرن يا دوبك بتبرد وبعد كده بيبيعوها، شكلها لوحده حكايه الحكايه. ونقول بسم الله تفوز، وسعرها 5 ريال. نقول بسم الله. ده بسكوت، 3 دبحات بسكوت و3 شوكولات وهذه كريمات الزبدة بالدورة. سعرها كم لو سمحت؟ 10 ريال. 10 ريال يا بلاش. شوف الحلوات عندهم مغربي بجد، تسلم ايده. الله يسلمك.